أهلا بحضراتكم، قراءة جديدة ليوم جديد من أيام أما بعد في المشهد الثقافي والسياسي. فريق عمل أما بعد لهذا اليوم حافظ هريدي، محمد الكفراوي في الإعداد، ونسمة أبو النصر وجيهان شلبي في الإخراج، ومحدثكم طارق عبد الفتاح وزميلتي فاطمة السردي. نحييكم ونبدأ معكم في قراءة في قرار هام جدا صدر اليوم وبدأ تطبيقه فعليا، وهو منع الفوضى الخاصة بالمنابر لكي تكون قاصرة فقط على من درس بالأزهر أو من تلقى دورات تدريبية وبتصاريح خاصة لمدة 3 شهور قابلة للتجديد. قبل كل شيء أرحب بزميلتي العزيزة فاطمة السردي. مساء الخير طارق، مساء الخير مشاهدينا الكرام. الفقرة الأولى حول تطبيق الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف لضبط عملية الخطابة في المساجد ووقف الفوضى كما قال زميلي طارق منذ قليل، إلا أن هذا القرار هناك أسئلة كثيرة حول إمكانية تطبيقه، حول إمكانية تطبيقه في المحافظات، حول الإمكانية الخاصة بالخطباء الموجودين في وزارة الأوقاف. بالفعل هناك عجز كما قال المسؤولون، هناك عجز 40% من في عدد الخطباء في وزارة الأوقاف. هناك إشكاليات خاصة بماذا بعد الضبطية القضائية ومنع المشايخ من اعتلاء المنابر. أسئلة كثيرة نطرحها معكم ويطرحها زميلي طارق في الفقرة الأولى. حقيقي فاطمة، هذا القرار في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، لأن الإعلام ليس فقط هو يعني وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت والفيسبوك، ولا هو أيضا الفضائيات فقط، هناك إعلام المنابر في منتهى الخطورة وفي منتهى التأثير خاصة مع البسطاء. وهناك من يتصور أن كل من أطلق لحيته وارتدى جلبابا فهو شيخ، وهو يعني ورع وهو عليم وهو مطلع، وهذه يعني معلومة منقوصة وغير حقيقية. وقد عانينا من يعني عدم تأهيل هؤلاء الخطباء، سواء من الجهل أو من أن يقودوا البلاد إلى فتن. بعض الخطباء سمعتهم بنفسي يعني يشتمون إخواننا المسيحيين في بعض الخطب، ويفسرون القرآن على هواهم، ويتجهون اتجاهات شديدة التطرف. وكما تفضلت زميلتي فاطمة السردي، هناك مشاكل كثيرة، مشاكل خاصة بكيف يعني يتوقف 55,000 ثم نعوضهم. هل كان من الأفضل أن نقوم بالتدريج بإحلال وتبديل؟ وأيضا هناك مشاكل خاصة برفض بعض أنصار هؤلاء الخطباء، خاصة الدعوة السلفية والإخوان، لهذا القرار ومقاومته بالفعل، وهناك وقائع لمقاومة هذا الفعل، وهناك أيضا بعض الطلاب في الجامعات تظاهروا ضد هذا القرار. إذن هناك موضوع ساخن له أبعاد كثيرة سوف نناقشها معا، وأيضا هناك موضوع آخر لا يقل أهمية فقط. الموضوع الآخر والذي أخذ أكثر من إشعار وأكثر من احتمال لمفاجآت جديدة في الوزارة الجديدة. الوزارة الجديدة، ما هي التوقعات؟ ما هي الإمكانيات؟ ما هي المهام؟ هناك تصريحات بأن الوزارة القادمة ستكون وزارة مقاتلين. ما معنى مقاتلين وكيف سيقاتلون وفي أي مجال سيقاتلون؟ حول الوزارة الجديدة التوقعات، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة. هناك توقعات خاصة بالمرأة بأن تزيد الحقائب الوزارية للمرأة إلى 5 حقائب، وبالتالي تزيد عن الوزارة السابقة وتأخذ المرأة مكانة سياسية أكبر. الشباب، ما مكان الشباب؟ هل سيتولى الشباب وزارات أم سيكونوا نواب أو مستشارين كما كان في الوزارات السابقة؟ مهام وأولويات هذه الوزارة قبل البرلمان وقانون مجلس النواب الذي اختلف عليه الأحزاب، والحياة السياسية وتوقعات الأحزاب ومدى مشاركة الأحزاب في هذه الوزارة. نناقش هذه المحاور في الفقرة الثانية حول الوزارة القادمة. الحقيقة الوزارة القادمة هي أيضا ربما تكون وزارة انتقالية، لأنه بعد انتخاب أعضاء البرلمان ستكون هناك حكومة جديدة، ولعل هذا ما يفسر عدم يعني تغيير الوزارة بالكامل، ولكن الإبقاء على رئيس الوزراء ذاته لتشكيل الوزارة
وتغيير حوالي 10 إلى 12 وزير، لأن المتبقي يعني 3 أشهر فقط. فما معنى أن آتي بوزراء ليستقيلوا بعد 3 أشهر؟ هذه وجهة نظر لها اعتبارها أيضا. ولكن المهم في الشهور الثلاثة أن يأتي وزراء يعني فعلا يحققون هذه الانتقالة الثالثة أو الاستحقاق الثالث الهام، وهو انتخابات برلمانية عادلة ونزيهة تعبر عن التقدم في خارطة المستقبل. هم 3 شهور ستكون مدة هذه الوزارة، 3 شهور يعد رئيس الوزراء محلب بأن تكون وزارة مفاجئة ووزارة مقاتلة أيضا. موضوع الأمن أعتقد أنه من الأمن والاقتصاد أهم محورين ممتدين عبر الفترة الزمنية السابقة وحتى الآن. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الوزارة والتي هي يعني مدتها محسومة ومدة قليلة جدا؟ ما معنى هذه المدة على وجه التحديد، وما الذي يمكن أن يتم خلال هذه المدة؟ نناقشه في هذه الفقرة الثانية من أما بعد. الفقرة الأولى تأتيكم مع الزميل طارق عبد الفتاح بعد هذا الفاصل.